إيهام يقدم خطته الخاصة لتطوير النمسا حتى عام 2030. وزيرا المالية والاقتصاد يؤكدان أن التضخم في النمسا سينخفض هذا العام. رئيس حزب الحرية اليميني من المجر يجب إيقاف الحرب ومكافحة الهجرة. فيينا تمنح الجنسية النمساوية ل 14,000 شخص، نصفهم ضحايا النازية. وفاة 22 طفل وإصابة أكثر من 100,000 في حوادث العام الماضي. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. قدم المستشار النمساوي كارل نيهاما خطته للسنوات المقبلة حتى عام 2030 في خطاب حول مستقبل البلاد. وقال من برج فينربيرغ من الطابق 35 في خطابه الذي استمر لثمانين دقيقة بحضور جميع وزراء حزب الشعب وحكام المقاطعات والمئات من أعضاء الحزب أنه يجب إصلاح إعانات البطالة وإلغاء ضريبة الأملاك للمنزل الأول وخفض الإعانات الاجتماعية للاجئين الجدد، وأكد على التعاون مع السياسيين والخبراء فيما لم يتواجد أحد من الشريك الحكومي الأخضر. Die digitale Kompetenz der Zukunft wird eine Schlüsselfrage sein. Es braucht ein Schulfach Programmieren ab der fünften Schulstufe. Aus meiner Sicht braucht es mehr Studienplätze, aber gleichzeitig auch eine Berufspflicht für die, die das Medizinstudium in Österreich abschließen, um dann eben auch der Gesellschaft ein Stück weit etwas von dem zurückzugeben, was sie kostenlos in Anspruch genommen haben. أكد كل من وزير الاقتصاد كوشر ووزير المالية برونر أن التضخم الحالي سوف يهدأ هذا العام، ودافع كل منهما عن إجراءات الحكومة ضد التضخم المرتفع، وأرجع أصل المشكلة لسلسلة التوريد المتعثرة في المصانع، ثم جاءت أزمة أسعار الطاقة، مؤكدين أن النمسا خرجت من الأزمة بنمو أعلى. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي انخفاض معدل التضخم في النمسا هذا العام إلى 6.6%. أكد زعيم حزب الحرية اليميني هربرت كيكل أنه يجب رفع كافة العقوبات المفروضة على روسيا واتباع نهج مختلف في سياسة اللجوء. وأضاف كيكل في لقاء جمعه مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست أنه في حالة السلام ورفع العقوبات سينخفض التضخم على الفور. كما أشاد كيكل بنهج المجر في مكافحة الهجرة غير الشرعية باعتبارها نموذجا يحتذى به، وقال يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الحدود الخارجية للاتحاد، وهذا يشمل تمويل بناء الأسوار الحدودية. منحت النمسا جنسيتها لأكثر من 20,000 شخص هذا العام، 70% منهم في فيينا بزيادة الثلث عن العام السابق. وقال نائب رئيس البلدية ومستشار المدينة للاندماج كريستوف فيدكير تمكن قسم الهجرة والمواطنة ماكسترات فون فودرايسيك من مضاعفة عدد المجنسين في فيينا 3 مرات بحلول عام 2021. وأضاف تم تجنيس نسبة كبيرة من ضحايا النازية وأحفادهم بنسبة 47% من الإجمالي. وأكد على تسريع الإجراءات في ماكسترات فون فودرايسيك قدر الإمكان. ارتفع عدد الأطفال الذين تعرضوا للحوادث في النمسا العام الماضي أكثر مما كان عليه في العام السابق، حيث توفي 22 طفلاً. ووفقاً لمجلس السلامة على الطرق في النمسا، أصيب ما يصل ل 110,000 طفل أعمارهم حتى 14 سنة بجروح بالغة، وهذا يعني أنه يوجد طفل يتعرض لحادث كل 5 دقائق، وأن 75% من الحوادث تحدث في المنزل وفي أوقات الفراغ. وطالب المجلس بمسؤوليته على المستوى السياسي عن سلامة الأطفال، لأن صناع القرار مشغولون بمشاكل الكبار مثل الحرب أو التضخم.
سلم الله أبناءنا وأبناءكم من كل سوء. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا ليلى مكتبي. عطلة نهاية أسبوع سعيدة، إلى اللقاء.